حلقة جديدة وسفرة جديدة بناخذكم إن شاء الله من مطبخ لمطبخ، لكن اليوم بنروح مكان جديد مختلف من اختيارات محمود في برنامجنا سفر عبر الطعام. وين بنروح محمود اليوم؟ نفر الكرة الأرضية ونشوف وين بنروح. الصين. الله. وفي حلقة اليوم محمود يوم فريت الكرة الأرضية وقفت الكرة على الصين تشاينا. صح. وإحنا نعرف إن الحضارة الصينية عندها وايد أطباق مختلفة بالذات في عالم المطبخ ومن ناحية الأشياء اللي يستعملونها. صح. فشنو الشيء اللي ممكن تسوي لنا مختلف الحلقة؟ والله شوفوا في كذا شيء. عندنا نقدر نسوي طبق البط، هم مشهورين بالبيكينج داك. حلو. مشهورين بالستير فرايز، يسوون نودلز، وفي وايد أشياء. يعني أنا اللي بطيش تبين أطيش خيارات عشان زي. بختار شنو اللي يعجبني. أوكي، تبين شيء بربيان، خلينا نقول شرمب توست، هاي شيء وايد ناس تاكله في المطاعم الصينية، الفيوجن طبعاً، لأن شرمب توست مو من الصين، هو مأخوذ كفكرة من الصين. كفكرة. أي. عندك ذي، عندك بيكينج داك اللي هي البطة المشوية. لا خلنا على الربيان أول. أو خفاش. لا ابتعد عن هالسوالف محمود. حلو ترى، حلو مشوي. انت سوي بروحك وانت كله بروحك، انا ما اتوقع اللي يتابعنا الحين بيسوي الخفاش. اوكي. شلون بتصيد الخفاش؟ عندي في قفص، عندي كمية. المهم فاحنا شو بنسوي اليوم؟ قولي لي ايش تبين الحين؟ اعطيتك ثلاث خيارات. انا احس او القفص. سي فود. اوكي، مشهورين هما بالسي فود. فبنسوي اليوم الشرمب توست، وصفة سهلة وسريعة وتاخذ 5 دقائق. في التحضير والطبخ. عيل يلا. وحلو حق الفطور، تحطونه كذي بدل السمبوسه اللي متروسه دهن ومقط جبن و... حلوه السمبوسه. حلوه بس هاي الفوائد احسن. لكنها مقلي. يلا. بس يعني انا عندي ذي احسن من السمبوسه اللي تعطي الجسم الحلو. خلينا نشوف الوصفه مع بعض. بنحتاج زيت كانولا من كارفور للقلاي. خبز أبيض سلايس، ربيان، زيت سمسم، زنجبيل، ثوم، بصل أخضر مقطع إلى شرايح، فلفل أسود، وملح، بياض بيضة واحدة، طحين ذرة أو نشا، كزبرة خضراء، وسراتشا أو صلصة فلفل. زين إيمان، في هالحلقة بيش تشتغلين بالرغم أن أنت ما بتسوين شيء غير أن تحطين المقادير في الخلاط، والخلاط بيسوي كل شيء. هذه أسهل شغل، أنا أحب الشغل. لا بس بعد إيه، ما خليتش تقصصين وتقلين. ما تقدر، لازم تشغل. لازم إيه، بعد تاكلين ببلاش لازم تشتغلين. زين يلا. لازم تشتغلين. آخر زين. آخر مرة عنده. هاي نيلة هالسنة شردت. وانا مسكينة هالمرة صدتها توني. ما عليش. يلا ما عليش. انزل. فأول شيء ايش بنسوي؟ بناخذ الربيان بنحطه في وين؟ اوكي في الخلاط. حطي يلا. عطني اسهل منه ماميش. لحظة الصحن ثقيل. حطي هي عافية كامل كله. الربيان وحطيناه. انزل. زنجبيل. زنجبيل وحطيناه. ثوم. شوفي الثوم شيء اختياري بس انا احب احط الثوم فيعطي نكهة على حسب الرغبة. اي. هاي شنو؟ شو يسمونه ذي؟ بصل الاخضر. انا ادري كنت بس اختبر معلوماتك. تتاكدين؟ اي اوكي. اشوى. انزين هذه شنو؟ هاي بياض البيض. اي انا بحطه لانه اسهل. تقدرين تتخلصين من دي. وهذه هاي النشا. اي نشا. اوكي نحط النشا عشان يساعد كل شيء يتماسك. حلو. اوكي تقدرون تحطون ملح او صويا صوص. انا افضل ملح لان الصويا صوص وايد بيسوي الخلطه رطبه. فاحنا نبي تينا ملوحه بس برشه ملح، ما نبي وايد ملح. وفلفل. فلفل حطي شوي مو كل شوي. اي زي دي بعد كفايه. اوكي
واهم شيء بنحط شويه كزبره خضراء او الجلجلون. اوكي، اذا تبين النكهه تكون صج صينيه طعم مطاعم صينيه لازم تحطين شويه زيت السمسم. حلو، زيت السمسم يعطي نكهه، يعطي ريحه حلوه، بس ما تحطين العلبه كلها، ملعقة شاي مو بأزيد لأنه وايد يكون قوي، إنه يكون وايد مركز فيطغي على كل الأشياء، كل النكهات اللي محطوطة والمكونات. فالحين شو نسوي؟ نحط شوية زيت سمسم، كمية قليلة جدا يعني وبس. إيه ما نحط وايد، في ناس يحبون بس أنا ما بحط أزيد من ذي، تقريبا ملعقة شاي تكفي. حطي على جنب. السمسم ما بنستخدم الحين، عقب آخر شيء وبس. فالحين شو بنسوي؟ نحط تحطينه على الماكينه تشغلين تفرمين كل شيء مع بعض. يلا زين، فالحين شو بنسوي؟ الحين ناخذ روتي سلايس واحد. حلو، ناخذ ملعقه من الخليط، ترسي الملعقه، ترسيها اي، حطها في الوسط. يودي اي، فردي كامل عدل، تأكدي ان متسطح زين ما زين. حلو، والله ريحته خنينه. هاي كلها من الزنجبيل، الثوم، البصل الاخضر، واهم شيء السمسم، زيت السمسم. اوكي كذي اي ممتاز. اوكي حلو، الحين اي تاخذين السمسم ترشينه من فوق، تقدرين تزيدين، في ناس يحطون وايد، في ناس يحطون قليل، أنا أقول حطي وسط يعني ردي زايدة، وتأكدي كل الأطراف تغطينهم بالسمسم. الله، حبيت ذي الشغلة سهلة، نفس ما قلت الطبخ كله يصير في ثواني، يعني كلها خمس دقايق أنت مخلصة طابخة وماكلة. إنزين الحين شو بنسوي؟ الحين بنقص، صح كذي؟ إي، أول شيء تسوين مثلث عود. أوكي، قصة نصين. اوكي حلو، بعدين بعد نصين، بعد نصين إيه. تقدرين تسوينه مثل الاصابع، تقدرين تسوينه توست عود، بس احلى كذي اصغر، حق التقديم يصير، حق التقديم يصير احلى. انزين فهذه الشكل، ابيك تسوين لي بعد واحده. ضيف شويه زيت في المقلاه، نبتدي احنا نقلي الربيان على كل جهه لمده دقيقتين. فخلاص الحين نقلب التوست وتشوفوا شلون خلاص استوى من كل جهة، ما أخذ أكثر من 3 دقايق بالكثير. بس الحين نشيل التوست ونحطه على مناشف بس عشان يتشرب الزيت، ونحطه في صحن التقديم. محمود الحين الطبق جهز. إيه، بس إحنا ما استعملنا سراجة. أوكي، هذه إيش بنسوي؟ بنسوي صلصة سبايسي. حلو، عندي كاتشب 2 ملعقة لثلاث ملاعق، بحط تقريبا ملعقة صغيرة من الفلفل الحار، بتخلطه وبخلطه يصير كسوس حق الطبق. إيه، فاللي يحبون السبايسي هاي، لأن ما حطينا فيه فلفل، فنحط السراجة بيست نخلطه وخلاص نقدم وياه. لذيذ وحلو، وإيمان ذبحتها الربيان، أحب تأكله. أيوة كلها بروحها. أنا مستانسة إن حتى السراتة نقدر نحصلها في كارفور، صح؟ إيه، فعندهم منتجات خاصة بهم واسمها ماي تشويس وكارفور براند، في نوعين وأسعارهم وايد زينة، وفي كل سكشن في السوبر ماركت بتشوفين حاطين لك لوج ستيكر مكتوب كارفور براند، تروحين تشوفين شنو اللي عندهم وتشترين. منتجاتهم الخاصة في سكشن بروحهم موجودة في كل سكشن، يعني مثلا بتروحين تشترين كاتشب بتشوفين كاتشب مال شركات ثانية عقب كارفور. حلو، تبين مثلا شكر بتشوفين شكر مال كذا شركة وتشوفين شكر كارفور موجود. حلو، واتوقع حتى عندهم ابلكيشن اقدر اطلب اونلاين، صح؟ اي شوفي اللي حلو في كارفور، عندهم ابلكيشن لين بتتسوقين اونلاين او بتروحين المحل تقدرين تجمعين نقاط ويصيرون ماي كلوب بوينتس. اوكي، كل ما تجمعين نقاط تحصلين مبلغ يتجمع، وتقدرين تستخدمين ذي المبلغ حزت اللي تشترين يا اونلاين يا في المحل. محل اقدر اذوق الحين؟ لا، ليش؟ اخفت تخلصين عني. زين عيل نختم واكل. اي احسن، عشان ما يحسدونك يقولون كل اللي انت بتاكلينه. فخلي صور عقب ناكل خلف الكواليس. اوكي.
فنشوفكم مرة ثانية في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.